بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله أجواتنا تتواصل مشاهدينا الكرام من انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة. شوطنا اللي تعلن انطلاقته هو ثامن أشواط الحجايج في صباح هذا اليوم. نسير وياكم إلى مقدمة الشوط ونتابع اللي قادت المسيرة في مسار هذا الشوط. ها هي تنطلق إلى مقدمة الشوط أيضا الذيبة للدكتور سعيد بن محمد بالشرقي العامري، نقلة من الذيبة إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني تتواجد معشوقة محمد بن أحمد بن سويلم العامري، المركز الثالث الظبي عبد الله بن سعيد بن ثابت الجنيبي من أعلن انطلاقة الظبي، المركز الرابع مشاهدينا الكرام يلي وصلت في هذه اللحظات أيضا تتقدم مشاهدي الكرام غرايب محمد بن سهيل بن وديمه العامري من ياتي بغرايب. شوفوا اللي قادمه من المناطق الخلفيه وتنطلق الى صداره هذا الشوط. ها هي امامكم مشاهدي الكرام هوايل انهيام خالد بن مسلم بن عويده العامري ياتي على المركز الخامس وتغير على الرابع، المركز السادس شعار بن بدر، لكن بنشوف يلي واصله يلي قادمه مشاهدي الكرام. ها هي مياسه حق مبارك بن محمد بن متعب العامري تنطلق الى المركز الخامس في هذه اللحظات. تبدل من السات هكذا النداء، هكذا المسار، هكذا التحدي. يلا يا الجنيبي يا مالك ايضا الظبي عبد الله بن سعيد بن ثابت الجنيبي الى الصداره الى المقدمه. هو المسيطر لكن بن سويلم له كلام اخر. ام بن وديمه محمد بن سهيل بن وديمه العامري غرايب انطلقت غرايب، سيطرت غرايب مع ابو سهيل محمد بن سهيل بن وديمه العامري على الصداره على المقدمه. بن سويلم مع معشوقه الدكتور بالشرقي ياتي على المركز الثالث، لكن القادمه ولايف احمد بن محمد بن العوضي المنهالي خذت المركز الرابع. المركز الخامس كفاح يمع بن محمد بخلفان المزروعي، وصل بالحطم لكن شوفوا من اللي واصل. الله 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 سلم بن محمد بن صنقوح ايضا غصابه تاتي على المركز السادس في هذه اللحظات، لكن بن سويلم محمد بن احمد بن سويلم العامري هو من يقدم معشوقه لكن يا كفاح يمع بن محمد بخلفان المزروعي غيرت الى المقدمه. بن سويلم مع علم اليعود ابو حمدان على المركز الثاني، بن وديمه على المركز الثالث. اشتعلت الامور، بالعوضي قادم لكن يا مرحبا يا ابو سهيل، يا مرحبا بن خيره، يا مرحبا بالسعاده يلي قادم على المركز الخامس في هذه اللحظات. منحاف هذا الاسم التاريخي سعادة سهيل بن خيرة العفاري. افتح الطريق يا اخوان الفوز له ملامح، السبق له ملامح، الناموس له ملامح. معك السعادة منحاف سيف بن سهيل بن خيرة العفاري. بسم الله ويا ذكر الله طارت منحاف التهاني من الاعماق لسعادة سهيل بن خيرة العفاري، والتهني لسيف بن سهيل بن خيرة. الله 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 يا سلام منحاف قالت لهن باي باي مع السلامة مع الميتين متر النهائية. التهاني لراعي المسك سيف بن سهيل بن خيرة، والتهني أيضا لسعادة سهيل بن خيرة العفاري. نهني على فوز منحاف بالمركز الأول بهذا الشوط، تصل لخط النهاية معلنه الفوز والناموس. المركز الثاني مشاهدينا الكرام
الثانية رقم 16 مع ابو الصقوح، الثالثة مع ابن سويلم، بقية الأسماء إلى اللجنة. التوقيت 4:41 ثانية. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لسعادة سهيل بن خيرة العفاري، نهني على هذا الفوز، لكن في إعادة للمركز الثاني. كنتأكد ونعلن النتيجة النهائية بإذن الله تعالى.